السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم رشا الاكلات السريعة، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة ووصفة جميلة جدا ان شاء الله تبقى موجودة في كل بيت وتعجبكم يا رب وتعجب اولادنا في المدارس. هنحطها في الساندوتش، هتنفعنا جدا. يلا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية معايا كوباية زي كده معيارية، كل وصفاتي هتبقى بيها ان شاء الله. هنعمل النوتيلا الجميله مع بعضينا. اول حاجه معايا كوبايه زي ما انتم شايفين سكر بودر، هنزل بيها في البوله، بنفس الكوبايه كاكاو غير محلى، بنفس الكوبايه برضو كوبايه لبن بودر، بنفس الكوبايه كوبايه حليب زي ما انتم شايفين، ومعايا دوت اللي هو ريحة البندق، هديله ندعة صغيرة جدا عشان فعلا يدينا طعم النوتيلا الأصلي، مش هتبقى فارق بينها وبين بره عن الجاهزة بالظبط. وهضرب المكونات دي كلها بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا اخر مكون نص كوبايه زيت، هنزل بيها برضو سرسوب سرسوب، بس انا عشان بصور لوحدي فهنزل بشويه وهقف بشويه واضرب بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. حبايبي زي ما انتوا شايفين بقى هو ده القوام الجميل بتاعها، شايفينها قوام متماسك جدا، ده غير لسه اللي احنا هنحفظها في التلاجة لوقت اللزوم ووقت الاستعمال. شايفين ما شاء الله، بصوا حاجة بايديكي وحاجة تحت عينيكي وانت واثقة هي معمولة من ايه ومعمولة ازاي. شايفين ما شاء الله تبارك الله. بصوا هعبيها بقى في برطمان يكون انا غسلاه ومعقمة جدا ومنضفاه، وهوريها لكم في الاخر. شايفين القوام نازل ازاي تقيل ما شاء الله. حبايب قلبي وزي ما انتم شايفين كده طلعت الكميه اللي انتم شايفينها، وما شاء الله البرطمان كبير مش صغير، وادي نص كوبايه برده كمان، يعني برده حاجه موفره جدا وحاجه جميله. وزي ما قلت لكم برده ليها استخدامات كتير مش للسندوتشات وبس، لا انت ممكن تزيني بيها اي تورت، جاتوهات، اي حلويات انت حابه انك تزيني بيها، برده مش هتقول لا، ممتازه وشغاله وكفايه برده ان هي عمايل ايديكي. ايه رأيكم في الجميل؟ وهي كده لما تقعد في التلاجة كمان هتتقل اكتر من كده، يعني انت شفت القوام بتاعها عامل ازاي، رغم كده هتقعد في التلاجة وهتتقل برضو اكتر من كده. شايفين؟ يلا بقى لو وصلت لحد هنا حطي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم رشا للأكلات السريعة، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فتركتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.